ask you something? What's it like there? كنت نايمة. طيب المهم كيفك هلا؟ أنا جبت لك أغراض وإن شاء الله بيمضوا معك. أنا أحسن الحمد لله، لا تخاف علي. وبعدين عم بتحسن. أنت كيفك وكيف حمودك؟ ما حمود أمي أحكي لي إنه مشتاق لك. وأنا كمان كثير اشتقت لها. احكي له ماما بتحبك كثير. إن شاء الله بتتحسني بسرعة وأمور كل شيء على خير. ولا ندري أن أغلب الأمراض لا تحتاج لتكاليف كثيرة لحلها، بل يمكن أن يكون العلاج شيئاً بسيطاً لكن مفعوله كبير. لا تفتح الباب، لا تتصلي بحدا ولا تقربي حدا، راح تكوني بخير بإذن الله.